صباح الخير لكل المشاهدين. وهيدي النسكافيه على جنب، ها عمليه حسابيه بسيطه، اكستنشن اوف ذا البو، او اذا بدكم اوف ذا البو، صارت النسكافيه على جنب. وانا بدعيكم تعملوا نفس الشيء، ما في يعني كلها شويه دقائق نحن بنقضيها سوا يوميا. البير بونجور، بضحك البير. فبجرب قد ما في انا، خليكم ما تكونوا ليزي وما تزعلوا من الكلمه اللي مقولها، لانه الفرق ما بين الجلوس والتفرج هو فرق كثير شاسع ما بين المشاركه. وانا بدعيكم دائما لنتشارك الحركات اللي بعملون، بدعيكم لنقدر ناخذ من بعض دائما. كيف بناخذ من بعض؟ لانه انا كل يوم هون بوقف قدام الكاميرا بتعلم كثير منكم بلا ما انتم تعرفوا. على كل حال رح نبلش نشتغل اليوم على البايسبس على الترايسبس. قبل بدي وجه تحيه كثير كبيره لنلي من تركيا، دائما بتتابعيني ودائما بتابعيك. انا بدي ضلني اقول لك تمرني دائما، وبعرف قلتي لي لكرمال دائما صلي لك، انا دائما بصلي لكل المشاهدين اكيد، وبدعيكم لتتمرنوا كل يوم. قد ما نكون عم نواجه صعاب نحن، هدول الصعاب بصيروا يصغروا 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 كل ما نحن يكون عندنا الويل وعندنا الباور اكيد، من خلال التمرين ومن خلال الحياه الرياضيه ومن خلال الحياه الصحيه اللي بنعيشها. خليني انتقل للصوره تبعت كل يوم يلي نحن بنفرجيها، بايسبس اند ترايسبس. شوفوا بكل بساطة عم بفرجوا حركتين، أول حركة وقتها عاملين نحن كيرل، وشوفوا البايسبس كيف عامل كونتراكشن والترايسبس عامل ريلاكس، وبنرجع نحن نقلب بصير عنا ترايسبس كونتراكتد والبايسبس عامل ريلاكس. هدول بيشتغلوا بعكس بعضهم العضلتين. دائما أنا برجع بشدد على إنه عادة السيدات بكون عندهم ترهل بمنطقة الترايسبس، بس مش بس السيدات، لأنه حيالله حدا إذا كان شباب أو نساء ما بيتمرنوا ما بيمرنوا عضلاتهم رح يوصل بوقت عضلاتهم منهم مشدودين، عضلاتهم منهم قوية، وعضلاتهم ما عم بيقدروا ويأدوا واجبهم من الوظائف الحركية بطريقة صحيحة. رح نبتدي أنا وياكم بطريقة كتير هينة، صدقوني بجرب قد ما فيي، ما صعب الأمور. مشان هيك دائما بكون في ريبيتيشن للحركات، دائما بنشتغل على حركات كذا مرة كرمال تعرفوا مزبوط كيف تأدوها. أفضل 100 مرة أو 1000 مرة أو 10000 مرة إنكم الحركة بتعرفوها تأدوها بطريقة صحيحة، على إنكم حركة ما بتعرفوها عم تتعلموها تضلكم عم تأدوها بطريقة خاطئة. خليني بلش مثل ما قال بروس لي، وأنا أكيد بروس لي ون أوف ماي فيفورت إذا بدكم ناس يشتغلوا بالرياضة وبالمارشال آرتس. بدي أقول إنه قال بروس لي مرة إنه أفضل واحد يعرف لبطة واحدة ويعيدها 10000 مرة على إنه يكون يعرف 10000 لبطة ويعملون مرة واحدة. خليني انتقل لاتصال من هبة. ألو؟ ألو بونجور أمين. بونجور هبة، أنا رح أوقف التمرين ورح أحكيك لأنه تما أكون عم بحكي وعم بعمل شغلتين بنفس الوقت، نحن الرجال مش شاطرين بهالأمور، هيدي عادة النساء بيعرفوا يعملوها. كيفك هبة؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ الحمد لله ماشي الحال. قولي لي شو عندك اليوم كيف يساعدك؟ أوكي، أنا بعمل سبار معك من زمان. أوكي. اللي عم بيصير إنه من فوق صرت عريضة كثير. عريضة كيف يعني؟ قصري، يعني صار قياسي من فوق 40. أوكي. يعني عندي عضلات صار. أوكي. وقصري 36. طيب، عم تعملي كارديو؟ كيف نظام غذائي؟ كيف الأشياء اللي بتعمليها؟ شو بتستعملي؟ يعني بدي أقول لك أنا شغلة، كل المكونات بدك تحطيهم سوا. بتعملي كارديو انت؟ يعني بتعملي كارديو مره بالجمعه ولا اكثر؟ بعمل كل يوم معك نهار الخميس بس كارديو. اوكي، انا بدي ادعيكي تعملي كارديو اكثر. انتبهي اليوم وقت تقولي عرضتي، ما في شيء اسمه عرضت، في شيء اسمه المسلز تبعولك صاروا عم بيعملوا ديفلوبمنت اكثر، يعني صاروا عم بيعملوا رياكشن على الحركات اللي نحن عم نعملها. ما في شيء انت رح تصيري برا النورم تبعك، يعني مش حتصيري من فوق كثير عضلاتك كبار، هذا الشيء لانه مش حيصير. انا بقول لك انا بدعيك تكملي تمرين، تزيدي الكارديو تبعك، اكلك كيف هبه؟ منيح. كيف منيح يعني؟ بس اكلي مزبوط، يعني باكل منيح بروتين وحديد، باخذ كل شيء لازم. اوكي، بتاخذي كل مكونات الاكل من خلال الاكل تبعك بلا اي سبلمنتس؟ اكيد. لا بلا لا شيء اكيد. Which is great. انا رح ادعيك لتكملي لانه ما في شيء اسمه صرتي عريضه، صار عندك ماسل ديفلوبمنت. هلا اليوم الريبيتيشنز اللي انا بشتغل فيها جلوبال اللي بنشتغل فيها رح تعطيكي شيب، وانا بتصور انت صرتي عريضه لانه انت عم بتفكري بركي انت صرتي عريضه، بس اليوم بالاشياء اللي بنعملها ما بتصير عندك الفيتشر تبع البادي بيلدرز، بصير عندك الفيتشر. مش هيك اكزاكتلي. انا خصري كثير ضعيف، صار عم بين من فوق عريضه يعني. انا لا بالعكس، انا هون عم حس انه عندي طاقه من فوق يعني. طب اللور بارت تبعك ما عم تشتغل عليه لما نكون عم تشتغل نهار الاثنين؟ امبلا، بس مثلا اذا بدي اعمل بوش اب صرت فيي اعمل مثلا 50 فرد مره. 50 اسم الله عليك. قبل ما كنت اقدر اعملها.
لا هيدا شيء لازم انت تكوني، لازم تكوني يعني انت عم تقولي لي انه تحسنتي، هذا شيء لازم تكوني مبسوطه فيه، لانه يعني القوه زادت عندك والمصل صاروا عم بيشتغلوا بطريقه كثير منيحه. وهذا انتبه مش بس رح يكون عم ينطبق على التمرينات اللي عم تعمليها، انت اكيد هلا رح تكوني بالحياه، انت لما تكوني عم تشتغلي عم تحسي حالك اقوى، عم تحسي الليفلز اوف انرجي تبعولك اكبر. انا برايي هذا منه شيء عاطل، حلو الشخص اللي بيتمرن يكون العضلات تبعوله عم بيتفاعلوا بهالطريقه. اليوم هلا اذا بتقولي لي انه اجريكي او اللور بارت تبعولك او حتى اللور اكستريميتيز تبعولك ما عم بيتفاعلوا، اذا عم تعملي مره وحده لا شغل الحمد لله منيح عظيم. رح اعطيكي بعد تو تيبس انا كمان، زيدي اذا بدك مره لور بودي تريننج بيكون فيه مسافه، اذا نحن بنعمل تنين كوني مثلا اربع او خميس عم تعملي، وزيدي الكارديو تبعك، اشتغلي اكثر على الكارديو، بتحسني الديفينيشن تبعيتك، بتحسني المسل تون تبعيك، وبتكوني اكيد بنفس الوقت عم بتحافظي على وزنك ما يكون عم بيلعب اكثر. اوكي ساوندز جود. انا بدي اشكرك كثير هبه، بدي دائما اقول لك كملي بالتمرين اللي عم بتقوليه، انا ما برايي شيء ابدا عاطل، هذا الهدف اللي نحن بنتمرن فيه، يكون عندنا ديفلوب ماسلز، يكون عندنا اذا بدك فريم كثير منيح عم بيتفاعل مع الحركات اللي عم نديها. وبشكر اتصالك، ثانك يو. رح كمل او رح ارجع عيد انا الحركه اللي عم بتقوله هبه، دائما موضوع اذا بدكم ديبيت كثير كبير، لانه حتى الصبايا مش حيكون عندكم فيتشرز تبع البودي بيلدينج اذا واحد التارجت تبعكم معروف، اثنين اذا اكيد الاوزان اللي عم تشتغلوا عليها اوزان مزبوطة، عم ترجعوا تحطوا كل مكونات الفتنس مع بعض، عم ترجعوا بالتالي كمان تكونوا عم تشتغلوا على نظام غذائي كثير منيح، والافضل لتصيبوها 100% برا اللوجيك تبعيتنا، لان احنا لما بدنا ننتبه على اكلنا اكيد شو بنعمل، ما بنشرب صودا، ما بناكل سكر، ما بناكل مقالي، هذا اللوجيك تبعنا. لنروح اكثر يكون عندنا ديتيلز اكثر، اخصائي او اخصائيه التغذيه، وبشدد على انه مش المدرب بالعكس، اخصائي التغذيه او اخصائيه التغذيه هي اللي لازم تعرف نحن شو بدنا. ما في شيء معمم بالرياضه، يعني ما في شخص لانه اخذ بروتين شيك وفاده جاره لازم ياخذ بروتين شيك نفسه لانه فاده. كل مكون بالجسم بيختلف، كل جسم بيختلف عن الثاني، مشان هيك اليوم اصحاب الاختصاص هن اللي بيقرروا. في شغله نحن كثير بنعتبرها او نحن بنتجاهلها، بنشوف كثير ناس انا بيجوا لعندي كمدرب بيقولوا لي انا مثلا عندي هالشيء او عم بيجعني راسي حتى، شو باخذ دواء؟ اليوم كثير من الانستراكتورز بيتفاعلوا بيقول لها خدي اكس او خدي زاد مثلا، بس بنفس الوقت نحن مش ليجل اوثوريتي نقدر نعطي من حبه اصغر حبه دواء للادويه، الادويه هي من اختصاص اصحاب الاختصاص، نحن مدربين، نحن بنكمل النتورك تبع الطبيب، تبع الفيزيشن، تبع الدايتيشن، تبع الفيزيكال ثيرابيست، لازم نشتغل بتناغم كرمال نقدر نكون عم نوصل لنتائج. وهيدي شغله صدقوني لما نعرفها، لما نعرف نعمل نتوركينج لحالنا، يعني المدرب ما في يلعب دور المدرب، دور الطبيب، دور المعالج الفيزيائي. انا كثير ناس بيجوا بيقولوا لي امين عم بيوجعني هون ليش؟ بقول له ما بعرف صراحه، ما بعرف، بدك تشوف طبيب وبدك تعمل فحوصات لنعرف ليش، شو المشكله عندك. كمان بنفس الوقت الطبيب ما في يلعب دور المدرب، طبيبي بيعمل ريكومنديشن، ساعتها المدرب المختص بيعرف شو لازم يعطي. ترايسبس اكستنشن، العضله ذو ثلاث رؤوس، كمان خمسه سته سبعه ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة. وكمان لوضح الكارديو فاسكولار تريننج كثير مهم، نحن بنعمله مرة واحدة بالأسبوع نظرا لضيق الوقت، ولأنه أنا بستعرض كل الأمور لازم نعملها سوا كل المكونات، ولكن كارديو فاسكولار تريننج من ثلاثة لأربع مرات بالأسبوع، ما بين إذا بدكم ال 20 وال 45 دقيقة حسب كل شخص وحسب شو التارجت تبعه. برجع بعيد، ما في شخص مثل الثاني، كلهم بكونوا عم بيشتغلوا بطريقة بتتناسب. هن شو؟ باخذ الباربل من هون، رجع كتافي لورا، بعمل تشك على البوستشر أنا وياكم، إجري على مستوى الكتاف، بطعج ركابي، بشد المعدة. كثير مهم إنه كواعي يكونوا مثبتين على جسمي. And I roll. واحد على مهلي، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كمان معدي مشدودة، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، two more to go، one and two،
and 2 perfect. بنزل لتحت على مهلي، برجع بقلكم الجرابينج موشن يعني قوه اذا بدكم المسكه تبعيتنا كثير مهمه. في كمان الاكستنسرز والفلكسرز، هيدول مجموعه عضلات ما لازم نتغاضى عنهم اكثر. اذا بقلكم كم عضله هون، عده عضلات موجودين بالساعد تبعنا بيساعدوني انه اعمل جرابينج موشن. هلا لما تكون انا مسكتي مظبوطه والمعصم تبعي صحيح وقوي كثير رح ياثر على شيء اسمه اذا بدكم ليفتنج بروسس، يلي شو هي؟ يلي المراحل يلي انا بكون عم بعمل فيها ليفتنج للاوزان او عم بحمل الاوزان. بتعرفوا اذا بدي تقل بالاوزان الشيء الاساسي اللي لازم يكون عندي، وخاصه اذا كنت عم بشتغل على الباربل او عم بشتغل على الفري ويت يلي بيتطلبوا مني قوه كثير كبيره لاقدر اعمل هالجرابينج موشن بهالطريقه، اني القط الدمبل يكون المعصم تبعي عند الاوزان الثقيله ما بيروح شمال ويمين مثبت. هذا الشيء ما بيصير الا لما تكون كل الارم تبعيتي قويه. يعني اذا انا عندي قوه بالبايسبس وبالترايسبس ولكن عضلات الساعد تبعولي اللي هن ان بارالل بيقوا مع هذا الشيء ولكن بدهم كمان تمارين خاصه لاقدر اشتغل. اليوم كيف شو بخليني الفلكسرز اعمل؟ اني اعمل هيك، اكستنسرز بخلوني اعمل هيك، وانتم بتحسون بايدكم لما تكونوا عم تشتغلوا. مشان هيك دائما عرفوا انتم اذا بدكم البايوميكانكس تبع جسمكم، كل حركه كيف تعملوها، كيف شو العضله اللي عم تشتغل وليش عم تشتغل. خليني روح على ظهري كمان هلا لظبط الميكرو، لانه عاده انا بتعرفوني انا والميكرو مش اصحاب ابدا. لفوق رح نام على ظهري وقدي كمان حركه للترايسبس. انا عم بشتغل بالباربل دائما بهالحركه. انتبهوا على الاوزان تبعولكم، ما يكون عندكم كثير تهور بالاوزان. احملوا الوزن يلي فيكن عليه، يلي بتحسوا العضله عم تشتغل وما عم بتنازع لتكون طيبه. طيب يعني على قيد الحياه قصدي. ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، المعدة مشدودة. عشرة I go for five more. واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة. على مهلي من هون برجع بنتقل. كمان بنتبه كيف عم بحط الاوزان وكيف عم بشتغل. خليني نروح على seated position. كنت عم بشتغل انا واقف، بروح على seated position بحمل دمبل وحده من هون، بثبت وضعي مزبوط، بفتح ايدي and I go 1 كمان 2 وإيدي هون، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. رح انتقل لتاني إيد والحامل حركتين ورا بعض هون من هون، المعدة مشدودة، جالس أنا قد ما فيي. and I go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. انا مثل ما دعيتكم هذيك المره كمان رح ادعيكم النهار السبت بحديقه جبال العامل. رح اكون انا عم بعمل ليدنج لايفنت اوبن للجميع بالهواء الطلق. رح يكون اول جيم معمول بلبنان بالهواء الطلق. رح كون انا عم بعمل كلاسز. انتم كلكم فيكم بس تجيبوا المنشفه تبعيتكم، اكيد تحطوا النسكافيه على جنب مثل ما انا عملت، وتجوا على حديقه جبال نهار السبت من بين الاربعه والسته كرمال يكون في عنا ايفنت مليء بالرياضه. وليش دائما انا بقول بشدد انه ما عليكم الا تجيبوا المنشفه؟ لانه كثير بهمني انا اتواصل معكم بالمدن من خلال نشاطات رياضيه نجي نتشارك فيها كل شيء بنعرفه نحن سوا بعالم الرياضه. 4 5 6 7 8 9 المعدة مشدودة and 10 switch it لهون 1 2 3 كمان 4 مثبت كوعي على ركبتي تقريبا 5
6 7 8 9 and 10 and 10. دمبل على جنب، رح انتقل كمان لحركة بس أنا ومستلقي على ظهري هالمرة، ما عم بستعمل شيء ثابت، عم بستعمل شيء متحرك يلي هو الفتنس بول. أهم شيء راسي يكون لاقي على الفتنس بول، إيدي لفوق جلسة. شوفوا قديش أنا عم جرب كون سيمتريكال بوضعية جسمي، ما بدي كون ميل لهالميلة أو لهالميلة، بدي ثبت حالي من خلال معدتي يلي هلا هون بعاملة أكيد انجيجمنت بالحركة اللي أنا بدي أديها، رح ثبت كوعي من جوا أو من برا، بس أهم شيء الكوع يكون ثابت. بنتبه على وجهي، بتنتبهوا على وجهكم لما تكونوا عم تحملوا هيك نوع دمبل وعم تقدوا هيك نوع من الحركة، مشان هيك الوزن لازم يكون خفيف نسبيا تقدروا تشتغلوا عليه وتسيطروا عليه. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تومور، واحد واثنين. على مهل بياخد نفس عميق، ثبت تاني ايد، وكل حركة عندها ستارت بوزيشن، وهيدي الستارت بوزيشن بالميلة من فوق مش من تحت، من هون يبلش بستارت بوزيشن، بثبت كوعي and I go، بنتبه على وجهي وعلى رقبتي and I go for 12. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، معدي مشدودة، two more to go، one and two and two. على مهلي بحط الدمبل على جنب، برجع بطلع شوي شوي بطريقة بدكم تتذكروا لما قلكم uneven surface unbalanced surface، فرجيكم إياها دغري يلي هي movable بنفس الوقت عندها باونسينج افكت. مشان هيك ما في نط على الفتنس بول لاخر وضعيه، لاخذ وضعيه معينه، لازم اكون عم بتماشى معها وبطريقه تكوينها، يعني لازم انزل عليها وبعدين عن الرولينج لقدام او ارجع لورا على مهلي وارجع اطلع. الباونسينج افكت منه كثير منيح، وخاصه اذا اول مره بشتغل على فتنس بول ارتداداتها معقول تكون عم تخليني اقلب عنها وروح حالي واعمل اصابه انا بغنى عنها وبطريقه منا كثير مزبوطة. رح اعمله هلا، رح استعمل انا دوليب لاشتغل على ترايسبس ديبس. رح اعمله الحركه هيدي انا عاده ما بعطيها لبيجنر لانه فيها هايبر اكستنشن لكثير من المفاصل، مشان هيك بقولكم انا تقدروا تشتغلوها بطريقه دائما معدله، يعني ايديكم ما يكونوا واسعين تما تضطروا تعملوا هيك وتقرب رقبتكم لقدام، ايديكم على مستوى اذا بدكم الهيبس تبعولكم على مستوى منطقه الحوض تبعيتكم، قربوا اجركم واحد واثنين على الكعب. اذا بتقدموا كثير كمان منه مزبوط ابدا، لازم تكونوا هون دغري، والروحه ما لازم تكون لقدام، لازم تكون نزول الحركه. عشر مرات، واحد اثنين ثلاثه دقن عالي، اربعه. شوفوا في ناتشرال الاينمنت بالسباين تبعيتي، ماني عامل هيك، ماني عامل هيك، من هون خمس مرات كمان، واحد اثنين ثلاثه اربعه وخمسة. على مهل برجع بقعد، برجع للبوزيشن تبعيتي، باخذ نفس عميق وبفضي وبرجع على دمبلز اند هير وي جو. عم بشتغل على شيء اسمه او على تكنيك اسمه ديفرنت ماسل سوبر سيت، يعني بعمل حركه للبايسبس دغري بعدها حركه للترايسبس بلا ما اكون عم برتاح. فينا نعمل عده انواع من السوبر سيتس، في اعمل سيم ماسل سوبر سيت يعني اشتغل على البايسب حرك على البايسبس حركه او حركتين ورا بعضهم بلا ما ارتاح وارجع انتقل لغير شيء. عدة تكنيكس وعدة طرق إذا بدي أقول عنهم هيدولي اللي أنا بعطيكم إياهم هن بيزكس. صدقوني لما يكون في روحة على الجيم وفي أسسمنت وفي أمور أكثر ديتيلد عن كل شخص، هونيك ببلش التمرين يلي بتشوفوا منه ريزالتس صراحة مخيفة بتكون قد ما بتكون منيحة. سينجل سينجل هامر كيرل دبل أند دبل، كمان سينجل سينجل دبل دبل اند دبل دبل، كمان ليتس جو فور مور. سينجل كيبي مطعوجين، معدتي مشدوده، دبل دبل
Last time, we go single, we go single, and then we go double and double. عظيم. لهون دمبلز على جنب. رح ارجع اشتغل على حركه انا ونايم على ظهري، انا ومسلي على ظهري، واللي عم بعمله انا عم بستعرض كل انواع الاوزان. ليش؟ لما انا صغر هالوزن لهالحركه، يعني هيدي الحركه ما فيكم بركي اوقات تعملوها بوزن يكون ثقيل او مش مناسب لكم. مساله الاوزان مساله مهمه جدا. كمان على ظهري سوباين بوزيشن، باخذ نفس عميق فضي. دائما برجع بعيد بحالي او بالحركه تبعولي انا شو لازم اعمل قبل ما بلش بالحركه. قبل ما بلش بالحركه بتكون عندي نوع من بروسس، بدي اسال حالي اول شيء انا وياكم هيدي الحركه لاي عضله؟ للترايسبس. انا باي وضعيه انا مستلقي على ظهري؟ انا باي حركه دمبلز قدام وجهي؟ يعني لازم انتبه انا بالدمبلز اذا بدكم بالمسكه تبعيتي تكون كثير سيف تما اعرض حالي لاي اصابه. اليوم عالم التمرين بخط متوازي له، في اصابات اوقات لازم نحن نكون قد ايه بنكون قراب عليها، قد ايش بنكون بعاد عليها. هون بيرجع لطبيعه المدرب اللي عم بدربنا، لطبيعه التكنيكات يلي انا عم بستعملها. يعني بطريقه كثير بسيطه، اذا انا عم بعمل لات بول داون، حركه عم بعملها ورا رقبتي، هاير ريسك اني انا روح حالي على اني اذا بكون عم بعملها قدام رقبتي وعم بحكي عن البول داون. انا مشان هيك اليوم الانجري بريفنشن مهم كثير. رح تكون هي اخر حركه رح اعملها مع روتيشن 10 مرات. واحد اثنين ثلاثة، كواعي ثابتين، أربعة معتي مشدودة، خمسة فايف مور تو جو، ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. وبكون أنا اليوم بتصور أم ساتسفايد بالحركات يلي عطيتكم إياها. إن شاء الله أنتم تكونوا كمان ساتسفايد. ان شاء الله دائما قد ما فيكم دائما تحطوا الناس كافيه على جنب لما يطلع امين ديب، وتجربوا قد ما فيكم تعملوا هيدا الافورت، هيدي الستيب الصغيره اللي حكيت عنها امبارح. ابدا ما بدنا ستيب لورا، بدنا دائما ستيب لقدام. واكيد بوافقني الراي زميلي البير. 9001 9001 عليك. انا صراحه بدي الايد اي متى؟ انا ناطرها منك صراحه، يعني قلت لك اياها وما اطلع. لا بس بتعرف انا كل شيء بتقوله انا بعمله. القهوه حطيتها على جنب وقلت انه لازم الحركه البسيطه نعملها 10000 مره، بعد عندي 1000 مره. البير انا بختصرك بحركه واحده تو تامز اب، عرفت هذه كيف بتصير بعدين هيك؟ انا بختصرك بهالحركه. يو نو هاو ماتش اي دو بليف بثقافتك، يو نو هاو ماتش انا بسمع لانت شو بتقوله. ويلي ما بيعرفوا ليلي ما بيعرفوا انا بعرفك كمان تحت الهواء قديش انت انرجيتك. يعني كلهم هون بالسد بيقولوا قديش انا انرجيتك، بس انا بعرفك انت والعالم لازم يعرفوا قديش انت انرجيتك وقديش هون بتكون كثير عم بتحط هذه الانرجي علينا كلنا. خجلتنا امين. لا مش هيك، بس انا كمان لما بفوت على السات وببقى بنسكافيه مود وبدي انرجي شوي، فهيك بناخذ من بعض. مزبوط 100%. ثانكس على النهار، ثانكس على هالحركات يلي رح يصير. هلا رح نحكي عن الثقه بالنفس اللي هو كمان شايف شو مكتوب هون اذا الكاميرا بتفرجي. كونفيدنس هي هيدي، اذا ما بعرف الكاميرا بتفرجي، بس ما اذا فيها تعمل لها كابتشر، ما فيها تعمل لها كابتشر رح نفرجيها. كونفيدنس مان، اتس اول اباوت كونفيدنس، اتس اول اباوت كونفيدنس. بتعرف شو اليوم كثير بشوف ناس انا مش عندهم lack of confidence بس ما بيستعملوها. كل انسان لازم يكون واثق من نفسه، كل انسان لازم يكون اذا ما بيعرف يتعلم يعرف. اليوم كثير اشياء نحن ما بنعرفها نتعلمها، الادوكيشن والمعرفه بتعطينا الكونفيدنس 100%. جريت، ثانك يو فيري ماتش امين. ستي فيت، ثانك يو، سي يو، ثانك يو. نحن رح نكون مع فاميلي.